سؤالنا عن لاعب كرة قدم يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم اللاعبين في التاريخ. في التاريخ عرف بقدرته على تخطي عدة لاعبين من الخصم أثناء الجري. العزيز نيمار. نيمار خطأ. عندك إجابة ولا نكمل؟ تفضل. لوجوده وقيادته في الميدان تأثير كبير على الأداء العام للفريق، في حين أنه غالباً كان مزعجاً ومقلقاً للخصوم. بالإضافة إلى قدراته الإبداعية، كان يمتلك حس تهديفي عالي، وكان معروفاً بأنه متخصص في الركلات الحرة. لعب صانع ألعاب متقدم في المركز الكلاسيكي لصاحب الرقم 10 في مسيرته الدولية. تفضل. ميسي. ميسي إجابة خاطئة. يرجع لك السؤال. عندك إجابة صحيحة؟ عندك إجابة ولا نكمل؟ لا كمل كمل. يلا. خاض 91 مباراة دولية وسجل 34 هدفا، لعب في 4 بطولات كأس العالم، قاد منتخبه بيليه. بيليه إجابة خاطئة. يرجع لك السؤال. قاد منتخبه الأرجنتين للفوز. تفضل. مارادونا. مارادونا يا سيدي. مارادونا إجابة صحيحة. 12 نقطة إضافية تضاف إلى رصيدك. في رصيدك 41 نقطة، في رصيدك 1 بدون 40. تمام؟ باقي فيه سؤالين تقدر تعوض بإذن الله. أعطونا الوقت للسؤال الرابع. سؤالنا عن إحدى المناطق الإدارية 13 في المملكة العربية السعودية، تفصلها مسافة متساوية عن الساحلين الشرقي والغربي للمملكة بنحو 777 كيلومتر، تشترك في حدودها مع 5 مناطق إدارية. تفضل يا محمد. منطقة القصيم. يعني هو بالعادة يجاوب يتسرع وتجيك باردة مبردة. مرة حبيت حبيت تغامر. والشاعر شو يقول؟ إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. إجابة صحيحة. برافو عليك. منطقة القصيم. برافو عليك. لا استكمل معلومات لا يقولون يعني ها للمصداقية فقط. تأتي المنطقة في المرتبة 7 من حيث السكان، تصنف زراعيا منطقة زراعية على مستوى مناطق المملكة، يحدها منطقة حائل من الشمال، المدينة من الغرب، والرياض جنوبا. ما شاء الله 83 نقطة في رصيدك يا محمد، نقطة واحدة في رصيدك يا عبد العزيز. ولكن بهذا الشكل الجولة خلصت، لأن ما تبقى إلا سؤال واحد، والسؤال هذا فيه 60 نقطة. حتى لو جاوبت إجابة صحيحة من أول ثانية يظل محمد نقاطه أكثر منك. لذلك محمد أنت من سينتقل إلى الخطوة القادمة من خطواتك للمليون.